حمد نقف وقفة مواساة بهذه المريضة التي لم تكن مريضة في الأصل إلا لأن وزارة الصحة أرادتها أن تكون معاقة لي. بداية سأبدأ بتاريخ الأسود لهذا المستوصف الإقليمي والمستوصف المحلي بمدينة العيون. كانت البداية بأن فتاة أو امرأة ولدت في الزنقة في العيون وكانت في الدوزيم. هالخطأ الأول ديال الإنفيرمية ديال هالسبيطار المحلي ديال العيون. ثانيا المرأة الزوجة في أكتوبر مشات تولد إلا أنها أصبحت في حكم الموتى لا لشيء لأن المستوصف الإقليمي ما فيه حتى حاجة. ها واحد جوج ضحايا مرأة وولدها. أضف إلى ذلك في سبتمبر مرأة أخرى بغات تولد في هذا المستوصف الإقليمي وإذا بها هي فوق نعش الموتى. ها ثلاثة. أضف إلى ذلك أن هذه المرأة جات تداوي على الفتق وما هو الفتق إلا مرض بسيط وإذا به هي تصبح في جمعية المعاقين. هذا النداء هذا ما كنقولوش لها المواطنين، كنقولوا للسيد وزير الصحة اللي فتاة ما أصابها مرض وتوفيت بالمستشفى الجهوي بالحزيمة وأقام الدنيا وأقعدها السيد الوزير وأقام الأواقل المندوب الجهوي الصحة لا لشيء لأن السيد وزير الصحة هو ابن إقليم الحزيمة وأن إقليم توريرت ما كانش عنده في الخريطة ديال الصحة. واش حنا مواطنين ولا أن المواطنة أصبحت واش الوزير كيجي لذاك الإقليم ولا ما كيجيش؟ أنا ما كنهضرش على السيد مندوب الصحة بالإقليم لأنه لا حول ولا قوة له إلا أنه دايرينو هنا غير باش يكذب علينا، كيكذب على المواطنين. كان عليه السيد المندوب الإقليمي ديال الصحة أن يخبر الوزارة بأن المستوصف غير مؤهل للعملية الجراحية وغير مؤهل حتى للمرضى. هذا راه ما يصلحش التكوري بهذا المنطق. هذا نتعامل السيد وزير الصحة اللي أقال المدير الجهوي للصحة بإقليم الحسيمة ماذا فعل بإقليم توريرت؟ قال كلمة واحدة على أن المرأة اللي ماتت في العيون هي اللي بغات تموت، هي اللي تحمل المسؤولية، وقالها لحيا لحشمة في الإذاعة وكان التصريح ديالو في باب بريس. من هذا المنطلق نتعامل أن الحركة النضالية مستمرة في إقليم توريرت ولا لأن السيد وزير الصحة كيشوف على أن إقليم الحسيمة إقليم مناضل. حتى حنا مناضلين وما غنسمحوش حقنا كمناضلين وكعموم جماهير الشعبية وكإطارة مناضلة سنناضل ونناضل من أجل حقوقنا. ما نفكش مع الفساد ما نفكش ما نفكش ما نفكش مع التمييز ما نفكش ما نفكش ما نفكش مع الفساد ما نفكش ما نفكش ما نفكش. أنا أعتبر أن الصحة بإقليم توريرت هي نقطة سوداء يجب معالجتها بجميع الطرق. المستوصف المحلي بالعيون الشرقية أعطيت الانطلاقة ديالو، هذه ما عرفنا شي 160 عام اللي راهم يبنيو واحد السبيطار في العيون وكل خطرة كيلقاو له سبة، يا راهم فوتوا تحتو الديون تاع النواوية يا تاع الماء يا تاع الضوء، المهم كل خطرة وسبة وما عمرو غيبنيو هذاك المستوصف. واحد الحاجة أخرى، إلا غير كتبنيو هاد المستوصفات ديرو لنا غير البناية راه ما عندنا ما نديرو فيها. راه خصنا الطاقم الطبي المتخصص وخصنا الوسائل. اش السبيطار ما فيهش حتى الأكسجين؟ واش هذا السبيطار؟ والسبيطار بالتانتور
وانت تتان ترخص تشري هو الفاصمه. كاين لي سيكيريتي كيديروا لنا التانتور ويديروا لي باري العساس يشريو لي ابره. العساس هما اللي كيبيعوا لي ابره ويديباني وعباد الله وكذا. وما السبيطار الاخر ما كاين والو. ناضل يا مناضل، ناضل ناضل يا مناضل كمواطنين. بالنسبه للطاقم الصحي المتوفر بالاقليم ديال تاورير، كاين شي ناس الله عمرها سلعه، لا حول ولا قوه لهم، ما كاينش باش يخدموا، ولكن كاين شي ناس نحبي لهم كامل المسؤوليه. اخويا انت افيرمي ما كتفهمش فلاشيولوجي، علاش كتمشي تجرح عباد الله؟ انت فرمليه ديال الولاده يا جدك الجراحه. هذا هو الاشكال الخوت، راه ما كاينش تخصص صدى في لي زانفيرمي، والعيون فيها سته ديال لي زانفيرمي كاع روتريتي، وتاورير فيها جوج ديال لي زانفيرمي كاع صافي انتهت مده الصلاحيه ديالهم، وربما مدخلين تما غير الناس ديال الانعاش. من هذا المنطلق نوجهوا هذه الرساله للمسؤولين اقليميا.